يا لحن من بعد السكوت، بطل بيحمي في الحدود، يا عين بتحرس الأراضي ودرع يحمي من الأعادي، يا ريتني واحد من الجنود، يا نهر بيشق السدود، صوتك زئير زي الأسود ومعك بتتلم الآدي، ترفع لفوق على ميلادي، توعد وتوفي بالوعود. يا بلدي روحي تكون فداكي، في 100 مليون مصري معاكي، هشوف بلادي في أحلى صورة ومش قابل غير البطولة، حتى لو هموت شهيد. يا مصر من معدن أصيل، جوا فاروقك يجري ليل، ومن الأمل ومن التحدي وبالعمل تقدر تعدي وتقرب الحلم البعيد. يا فجري جاي من بعد ليل، معرفش كلمة مستحيل، أنا لما بنوي ببني بلدي ومصر أغلى حاجة عندي، تحيا مصر من بلدي روحي تهون فداكي، في 100 مليون مصري معاكي، هشوف بلادي في أحلى صورة ومش قابل غير البطولة، حتى لو هموت شهيد. يا مصري من معدن أصيل، جوا فاروقك يجري لي، الأمل وإن التحدي وبالعمل تقدر تعدي وتقرب الحلم البعيد. يا بلدي روحي تهون فداكي، في 100 مليون مصري معاكي، هشوف بلادي في أحلى صورة ومش قابل. اهلا بحضراتكم معانا لتفاصيل الاخبار، ونبداها بالخبر السعيد. قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالغاء مد حاله الطوارئ في جميع انحاء مصر لاول مره منذ سنوات طويله. كتب الرئيس على صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: يسعدني ان نتشارك معا تلك اللحظه التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، قد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء واحة للأمن والاستقرار في المنطقة. ومن هنا فقد قررت ولأول مرة منذ سنوات إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء، وإنني إذ أعلن هذا القرار أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل للأمن والاستقرار، ومعا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه. تحيا مصر، تحيا مصر،
تحيا مصر. سيادة اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني، مساء الخير يا فندم. مساء الخير، ازي حضرتك؟ ألف ألف مبروك على شعب مصر هذا القرار الذي ظل لسنوات طويلة تكئة وحجة في من يقذفون مصر بأنها مقصرة في ملف حقوق الإنسان. يعني الحقيقة أنا ببدأ حديثي من حيث بتقول أنت حضرتك أن أنا بوجه تهنئة خاصة للشعب المصري اللي عانى كثيرا من حالة الطوارئ. يعني أنا أعتقد أن حالة الطوارئ لم أكن يعني مخطئا قد بدأت في مصر بعد مقتل بعد اغتيال أنور السادات في سنة 81 بالظبط، واستمرت حالة الطوارئ تجدد حتى الآن. أيوه. وأوجه تحية خاصة للرئيس عبد الفتاح السيسي. الحقيقة يعني رئيس عبد الفتاح السيسي يتميز بالحكمة والحنكة والفهم لاستراتيجية المرحلة والتغيرات الدولية اللي موجودة في العالم. على الرغم من ما يتموج به الحوالينا من الدول، من يعني مثلا في اليوم اللي بيدعوا فيه حالة الطوارئ مرة أخرى في السودان، مصر بتلغي حالة الطوارئ. ده بيدل على أن احنا ما وصلنا إليه في الجمهورية الجديدة من الاستقرار الأمني والاستقرار في كل ربوع البلاد، وتم التحكم في أمور وقضاء على الإرهاب بصفة مرضية. ومبروك على الشعب المصري، ومبروك على علينا كلنا، وإن شاء الله تبقى السنوات الجاية سنوات رخاء وأمن واستقرار للوطن إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني أكثرنا تفاؤلا كان يتوقع البقاء على حالة الطوارئ على الأقل في شمال سيناء، لكن عشان يبقى رفح والعريش والشيخ زويد ما فيهمش حالة طوارئ، هل بترى سيادتك إن ده يحط عبء أكبر على الداخلية المصرية والجيش المصري في الفترة القادمة؟ الأمور الأمنية وبعد إحكام سيطرتها الأمنية على كل ربوع البلاد ما فيها شمال سيناء ورفح وشيخ زويد والمنطقة الشمالية أو المنطقة الشرقية. الحقيقة يعني احنا شفنا الضربات الأمنية الناجحة والمجهودات والشهداء اللي سقطوا، وبالمناسبة برضو تحية للشهداء اللي هم وصلونا لهذه المرحلة اللي طال انتظارها وطال انتظار الشعب المصري. شكرا جزيلا سيادة اللواء محمد نجم مساعد وزير الداخلية الأسبق والخبير الأمني المعروف. والحقيقة انه التهنئة يا جماعة ليست عبثا. دولة استمر فيها فرض حالة الطوارئ لمدة تقترب من 40 سنة بعد مقتل الرئيس السادات في 6 أكتوبر 81، وها نحن يعني بقينا في 2021 91 وواحد وحداشر وواحد وعشرين. حقيقة يعني ده بيأخر إيه؟ بيأخر حاجات كتيرة، يعني أقلها معاناة المواطن من حالة الطوارئ، لكن أكبرها الاستثمار، التوسع في المشروعات القومية العملاقة، جذب رؤوس الأموال، الاستثمار اللي بيسموه الاستثمار الحر المباشر. يقول لك أنا أروح استثمر في دولة 40 سنة فرض قانون طوارئ، يعني إيه يا عم قانون طوارئ؟ يعني فجأة خلاص اقفل ولم وامشي ومالكش عندنا حاجة، ما هو طوارئ بقى. فالحقيقة يعني إحنا سعداء جدا بهذا الخبر، وبنشكر الرئيس والأجهزة اللي يعني مهدت الطريق، والشعب المصري العظيم أولا وأخيرا اللي أثبت أنه على مدار آلاف السنين يحب الاستقرار والهدوء والحياة، وتنتصر هذه الإرادة ضد كل إرهاب. لسه النهاردة كنت بقرأ بعض الكلمات دكتور فرج فوده اللي اغتلته أيضا يد الإرهاب، وكان بيقول سيحاربون الغناء ويصرخون ضده ويظل الشعب المصري يغني، سيصرخون ضد التمثيل ويظل الشعب المصري يقبل على مشاهدة التمثيل، وهكذا الفن وهكذا الفكر وهكذا الثقافة. والحقيقة هي إرادة الحياة اللي لابد أن تنتصر. النهاردة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة، الاحتفال حضره سيادة الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وعدد من الوزراء كبار رجال الدولة. خلال الحفل يقول الرئيس إن الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها ما
مبنية على التعامل ليس فقط بالسلاح، لكن السلاح الآخر هو الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والوعي الزائف. تعالوا نشوف كلمة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفال اليوم ونرجع مع حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ألف مبروك، ألف مبروك للأسر كلها، وألف مبروك لأبنائنا الضباط اللي اتخرجت النهاردة، وتهنئتي من القلب لكل أسرة وشكري من القلب لكل أسرة قدمت وبتقدم من أسر مصر لصالح أمن وسلامة واستقرار مصر. احنا دايما يعني حرصين على ان احنا في ظل او في الأوقات الجميلة ديت ان احنا ابدا لا ننسى ابدا شهدائنا ومصابينا الذين قدموا وما زالوا حتى الآن في ناس بتقدم، وده أمر طبيعي لأن المهمة اللي مكلفة بيها القوات المسلحة والشرطة هي الحماية والأمن لمصر وشعبها. فتحية لكل الشهداء وأسرهم، تحية لهم جميعا. زي ما بقولت كده أنا بهني الأسر وبقول مبروك، ويعني بعد فترة طويلة من البناء والإعداد من جانبكم لأبنائكم وبناتكم ثم أثناء فترة الكلية بكل ما تحمله من جهد وبذل، لكن الحقيقة دي مرحلة جديدة أنا بقولها للطلبة أو للضباط اللي اتخرجت، دي مرحلة جديدة خالص. انتوا هتبقوا مسؤولين عن رجال معاكم بالإضافة طبعا لمسؤوليتكم عن أنفسكم، ودي مهمة كبيرة جدا ومسؤولية كبيرة جدا لو احنا انتبهنا قوي لها. انت مسؤول عن إعداد وتجهيز وتوعية. يمكن تستغرب تقولي وتوعية، طبعا لأن بيجي معاك ابننا أو من ابن من أبناء مصر يقعد في الجيش سنة واثنين ويمكن ثلاثة، وبالتالي احنا مسؤولين امام ربنا سبحانه وتعالى وامام الشعب المصري ان احنا نجهزهم ونخلي بالنا منهم ونحميهم ونحفظهم ونعدهم الاعداد الجيد للمهمة اللي هم مقبلين عليها. ده مهمة خطيرة جدا انك انت تبقى مسؤول عن اعداد انسان لو ما انتبهتش حياته تبقى في خطر. دي مهمة كبيرة. ثم زي ما بقول الوعي، وده عشان انت تبقى تقدر توعي غيرك انت لازم تكون واعي قوي. مش مطلوب منك انك انت ما تبقاش منتبه لكل شيء، للأحداث المحيطة بيك وقراياتك عشان تبقى فاهم وفاهم كويس، عشان كمان تقوم بالدور ده مع زي ما قلت المرؤوسين اللي موجودين معك على كافة المستويات. ده مهم دلوقتي لأن زي ما قال مدير الكلية في كلمته أن الحروب الجديدة والجيل الرابع والخامس كلها مبنية على يعني التعامل مش بالسلاح بس، سلاح تاني، والسلاح ده هو سلاح الفهم والوعي الحقيقي بعيدا عن الجهل والتجاهل والوعي الزائف. فأنا بقول لكم أن أنتم مقدمين على مرحلة جديدة، أتمنى لكم كل التوفيق. إحنا بذلنا الجهد معاكم ككلية وكقوات مسلحة لكل الخريجين والخريجات كمان، لكن أنتم كمان تكملوا بقى تأهيلكم وإعدادكم لأنفسكم بالإضافة للتأهيل اللي القوات المسلحة والشرطة بيعملوه لضباطهم. يعني مش عايز أطيل عليكم، بهني الأسر والعائلات اللي قدمت وبقول لهم متشكرين، وربنا يحفظ ولادكم ويحفظ ولادنا ويحفظ الجيش ويحفظ الشرطة من كل مكروه وسوء. شكرا جزيلا. شكرا. سيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، مساء الخير يا فندم. أهلا، مساء النور. طبعا كل التهنئة بمناسبة قرار السيد الرئيس من
يعني وقت قليل جدا النهاردة بإلغاء مادة حالة الطوارئ في مصر. والحقيقة إنه معروف عن الضابط في الجيش المصري إنه يظل يتعلم ويدرس ويحصل على شهادات ويحدث معلومات. النهاردة الرئيس حط قدام الطلبة اللي أصبحوا خريجين مسؤولية كمان تثقيف أنفسهم بما يحدث حولهم وكيف تفترق مصر عما يحدث حولها في السودان، في ليبيا، في العراق، في سوريا، في لبنان، في اليمن، في تونس. تعليق سيادتك. أنا هبدأ بآخر حاجة، آخر قرار أصدره السيد الرئيس اللي هو إلغاء حالة الطوارئ في مصر. أيوة. كلها. هذا القرار لم يأتي من فراغ، ولكنه حصاد عمل جاد مضني خلال السنوات الماضية. صحيح. قدمت مصر فيه شهداء وضحايا من أبنائها، من خيرة أبنائها، سواء كان في القوات المسلحة أو في الشرطة، في مواجهة الإرهاب، في تكسير عظم الإرهاب، في القضاء على بنيته التحتية، في القضاء عليه، في مواجهة الأفكار الهدامة. كل ده النهاردة إحنا بنجني ثماره في حالة الأمن والأمان اللي إحنا بنشعر فيها في مصر، مش بس نتيجة عمل الأجهزة الأمنية أو القوات المسلحة أو الشرطة، لأ، ده نتيجة المستوى الاقتصادي اللي البلد الحمد لله رب العالمين وصلت إليه. حالة الاقتصادية بتاع البلد بشهادة المؤسسات الدولية، حالة الاستقرار اللي في مصر، أيضا الحالة التنمية الاجتماعية، يعني نشوف قد إيه دلوقتي سكان العشوائيات والمناطق الخطرة اللي بينعموا بمساكن كاملة بالنسبة لهم وفي أفضل وفي أحسن حال، رعاية صحية، رعاية اجتماعية، رعاية مادية ليهم. أيضا نقول في الداخل وفي الخارج، في الخارج الحمد لله موقف مصر فين لما كانت قطر وتركيا هم اللي بيرعوا الإرهاب، النهاردة قطر بتحسن علاقتها معانا، تركيا بتسعى إلى استعادة علاقتها وتحسين علاقتها بمصر. كل هذا لم يأتي إلا بنتيجة عمل مضني وشاق طوال السنوات الماضية، سواء كان في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو في تغيير الخطاب الديني وإلغاء التطرف والخطابات المتطرفة اللي كنا بنسمعها. فبنقول هنيئا لشعب مصر هذه الحالة من الأمن والأمان والاستقرار، وإن شاء الله رب العالمين تدوم هذه الحالة اللي طالت انتظار. يعني فترة الرئيس الأسبق مبارك كلها كانت فترة طوارئ، فترة مرسي كانت فترة طوارئ، كل الفترات اللي فاتت الحمد لله لأول مرة من سنين طويلة بننعم النهاردة حالة من الأمن والأمان والاستقرار. سيادة اللواء حضرتك كنت في منصب معلوماتي رفيع، وصلت لمنصب رئيس جهاز الاستطلاع، يعني بترى سيادتك أنه تضافرت جهود كثيرة لأجهزة المعلومات في مصر حتى يعني توصل رؤية للسيد الرئيس أنه تستطيع سيادتك أن تتخذ مثل هذا القرار، وحتى في شمال سيناء؟ الموضوع ده مش سهل يعني. ما هو أي قرار بيعتمد على المعلومات. أيوة. بقدر دقة المعلومات وصحتها وتكاملها بقدر دقة القرار وصحته. أي معلومات ناقصة أو أي معلومات خاطئة هتؤدي في النهاية إلى قرار خاطئ. صحيح. النهاردة الحمد لله رب العالمين، يعني هذا القرار زي ما بقول لم يصدر من فراغ، إنما شوف الفترة اللي فاتت، السنة الماضية، السنة اللي قبلها، الحمد لله بدأنا نشعر بهذا الأمن، بدأنا نشوف الشركات الأجنبية والاستثمارات اللي بتسعى إلى مصر، بدأنا نشوف سيناء وتدفق الأموال عليها والاستثمارات والمشاريع فيها. ما كان هذا ليتم في سيناء إلا بعد هذا الجهد، لما أنا بلغي نقول الفصل القسري بين جزء عزيز من الوطن. يبدو أن الخط قطع من جانب سيادة اللواء. بشكرك جدا سيادة اللواء ناصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، وما زلنا مع الحفل اللي شاهده سيادة الرئيس النهاردة وكرم فيه أوائل الخريجين للكليات العسكرية دفعة 2021 وقلدهم أنواط الامتياز من الطبقة الثانية كما هو معمول به. تعالوا نشوف جزء من هذا التكريم ونرجع مع حضرتك.
ننظر نحو الحياة ونكتب تاريخا بكلمة عمل ونبني لجيلا قادم وآت زواعي تواجه من يعتدي وفي الحق نملك باعا قديما ستبقى بلادي ولن نرتضي عن مجد مصر يوما بديلا فنقدر عنا وعن مصرنا سيحكي ويكتب تاريخا طويلا حملنا السلاح حماة الوطن وعشنا الكفاح بصدرا جميلا فكنا الصباح في ليل المحن وكنا البراحة وظلا ضليلا يعني ألف مبروك لكل إخواتنا وأولادنا وأهالينا اللي تعبوا الرئيس شكرهم النهاردة شخصيا الطلبة والمدرسين والمسؤولين عن الكليات ديت والأهل الأسر اللي تعبت مع أولادها وخلال الاحتفال الرئيس شاهد فيلم تسجيلي عن أبطال القوات المسلحة بعنوان قادة في وجدان الأمة الفيلم تناول مسيرة بعض من أبطال مصر العظام اللي خدموا الوطن بكل شرف وأمانة تعالوا نشوف جزء ونرجع مرة تانية مع حضراتكم في تاريخ العسكرية المصرية أحداث وشخصيات تمثل حضارة الأمة وسجلات التاريخ وفي تلك السجلات تسطع رموز عسكرية مضيئة استحقت أن يخلد ذكراها في التاريخ وأن يسجل أسماؤها بحروف من نور في سجلات الشرف العسكرية المصرية ومن هؤلاء الرجال الفريق محمد علي محمد أمين قائد القوات البحرية الأسبق التحق بالكلية البحرية وتخرج فيها في الأول من يناير عام 1950 شارك في حروب مصر المعاصرة وكان له دور كبير في عملية الإعداد والتخطيط للقوات البحرية أثناء حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر عام 73 تدرج بالوظائف المختلفة بالقوات البحرية حتى تولى منصب قائد القوات البحرية في 9 من أكتوبر عام 1978 وحتى عام 1983 وتقدير لدوره وتاريخه في العسكرية المصرية أطلق اسمه على الدفعة 72 بحرية اللواء طيار محمد نبيه المسيري رئيس أركان القوات الجوية الأسبق التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في 9 من فبراير عام 1950 ثم التحق بالكلية الجوية ليتخرج فيها في 1 من يوليو عام 1951 تدرج في المناصب القيادية بالقوات الجوية حتى وصل إلى منصب رئيس أركان القوات الجوية في الفترة من 24 إبريل عام 1972 وحتى 30 يونيو 1979 وتقديرا لدوره وتاريخه في العسكرية المصرية أطلق اسمه على الدفعة 88 جوية اللواء أركان حرب أحمد سلامة غنيم رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي الأسبق التحق بالكلية الحربية وتخرج فيها في 1 سبتمبر عام 1940 وتدرج في المناصب القيادية حتى وصل إلى رئيس شعبة عمليات الدفاع الجوي حيث شارك في الإعداد والتجهيز والتنفيذ لحرب أكتوبر المجيدة وتقديرا لدوره العظيم في العسكرية المصرية استحق أن يطلق اسمه على الدفعة 49 دفاع جوي اللواء دكتور عبد الحميد شوقي عبد اللطيف الشريف
مدير الكلية الفنية العسكرية الأسبق. تدرج اللواء دكتور عبد الحميد شوقي في الوظائف المختلفة بالقوات المسلحة حتى عين مديرا للكلية الفنية العسكرية في الفترة من عام 1975 وحتى عام 1979. وعبر مسيرة طويلة من العمل الجاد كان له دور كبير في تطوير منظومة الصواريخ استعداداً ليوم الكرامة، واستحق أن تكرمه العسكرية المصرية بإطلاق اسمه على الدفعة 58 فنية عسكرية. اللواء بحري حسن حسين عزو مدير المعهد الفني للقوات المسلحة الأسبق التحق بالقوات المسلحة ضمن الدفعة 3 مهندسين عسكريين. تدرج في المناصب القيادية داخل القوات المسلحة حتى تولى منصب مدير المعهد الفني للقوات المسلحة، وتقديرا لمسيرة عطائه في القوات المسلحة استحق أن تخلد ذكراه ويطلق اسمه على الدفعة 50 معهد فني. اللواء طبيب محمد عبد الوهاب عبد المنعم محمد مدير إدارة الخدمات الطبية الأسبق التحق بالكلية الحربية ضمن الدفعة 7 أطباء، وتدرج في المناصب القيادية حتى تولى رئاسة المجلس الطبي العسكري العام، ثم رئيس أركان إدارة الخدمات الطبية، ثم مديراً لها. وتقديراً لعطائه أطلق اسمه على الدفعة 3 كلية الطب بالقوات المسلحة. وتسطع الأسماء المضيئة في سجلات العسكرية المصرية، فيتجلى اسم الفريق عبد رب النبي حافظ رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق. ولد الفريق عبد رب النبي حافظ في 16 من يوليو عام 1930، وتخرج في الكلية الحربية في 1 من فبراير عام 1949. تمر السنوات ويتولى الفريق عبد رب النبي حافظ قيادة الفرقة 16 مشاة، ويصدر القرار بالاقتحام المدبر لأصعب مانع مائي، ويخوض رجال الفرقة 16 مشاة ضمن فرق المشاة الخمس ملاحم قتالية ضارية شرق قناة السويس، محققين نصرا عسكريا مبينا. وتنتهي الحرب ولا ينتهي العطاء، ويعين اللواء عبد رب النبي حافظ في منصب أمين عام وزارة الدفاع، ثم رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني فقائدا له، ويتولى بعد ذلك رئاسة هيئة عمليات القوات المسلحة، ليعين بعد ذلك رئيسا لأركان حرب القوات المسلحة في إبريل عام 1981. وكان حقا على القوات المسلحة المصرية أن تطلق اسم الفريق عبد رب النبي حافظ على الدفعة 115 حربية. تتوالى العصور وتمر السنوات وتتعاقب الأجيال في حمل الرايات، ولا تنسى الأمة المصرية رموزها المضيئة من أبناء العسكرية المصرية جيلا بعد جيل. نروح للسودان والمشاكل الكبيرة اللي بتحصل فيها والاضطرابات المفزعة والمظاهرات اللي في الشوارع والتحصين الكبير لمقرات الجيش وال وزارة ومجلس السيادة السوداني. النهاردة وزارة الخارجية السودانية في بيان صحفي قالت إن مصر وزارة الخارجية المصرية إن مصر تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في جمهورية السودان الشقيق، وأكدت على أهمية تحقيق الاستقرار والأمن للشعب السوداني والحفاظ على مقدراته والتعامل مع التحديات الرهينة بالشكل اللي يضمن سلامة هذا البلد الشقيق. وأكدت أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة، ودعت كافة الأطراف السودانية الشقيقة في إطار المسؤولية وضبط النفس لتغليب المصلحة العليا للوطن وللتوافق الوطني. احنا طبعا النهاردة هيكون معانا السيادة اللواء محمد عبد الواحد خبير شؤون الأمن القومي في فقرة كاملة عن هذا الموضوع وخطورة أن تضطرب السودان مرة أخرى. خدوا بالكم، القرار اللي خدته مصر النهاردة ده هيطلع له 1000 مؤامرة عشان تحاول تثبت ان مصر ما كانتش قد هذا القرار، وانه مع اول امتحان رجعت تاني لقدر الله لحالة الطوارئ. ف
فلازم كلنا نتضافر. فاكرين لما كنت بقول لكم اللي جنبه شقه متاجره وفيها سلوك مريب يبلغ، اللي بيشوف ناس بيخرجوا بالليل بيرجعوا متاخر، اللي بيشوف حد معاه شنط، لان ياما شقق اتاجرت ومن خلال ده تم استهداف اشخاص وقيادات واغتيالهم بسبب الارهاب البغيض. وربنا يعدي مصر على الف خير. اروح معاكم لزياره الدكتور مصطفى مدبولي لفرنسا بقى. عايزين نبتدي بقى زيارات على مستوى عالي بوفود اقتصاديه عاليه وراقيه عشان نتكلم عن الاستثمارات الحره المباشره لمصر. جون كاستيكس رئيس وزراء فرنسا بيقول ان مصر دوله محوريه ذات حضاره عظيمه، وفرنسا حريصه جدا على علاقات التعاون معها. وخلال استقباله للدكتور مصطفى مدبولي النهارده بمقر رئاسه الوزراء الفرنسيه، قال ان زياره الرئيس عبد الفتاح السيسي لفرنسا في ديسمبر الماضي كانت لها نتائج ايجابيه جدا، خصوصا على صعيد حجم الالتزام غير المسبوق من جانب فرنسا بحزمه تمويل مشروعات في مصر تبلغ قيمتها 8 مليار يورو بالتقريب. وأكد في هذا الصدد أن الجانب الفرنسي سيتقدم قريبا بجميع التفاصيل المتبقية المتعلقة بعرض إنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق. من جانبه دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه بنظيره الفرنسي قال أن مصر أصبحت تعتمد بشكل كبير على الشركات الفرنسية في مجال إنشاء وإدارة وسائل النقل الجماعي زي المونوريل والقطار الكهربائي الخفيف ومترو الأنفاق، خصوصا أيضا أن كان لدينا وما زال مشروعات شركة شنايدر في مجال الكهرباء والشركات الأخرى العاملة في مجال الطاقة المتجددة والنقل. وأضاف مدبولي خلال هذا اللقاء سعداء بهذه الشراكة التي تفيد البلدين. دكتور مصطفى خلال لقائه مع جون كاستيكس رئيس وزراء فرنسا النهاردة طالب بتشجيع الشركات الفرنسية الكبرى على الاستثمار في برنامج طموح لتصنيع السيارات الكهربائية في مصر، ومعروف طبعا فرنسا من أفضل الدول اللي بتصنع عربيات، يعني إن شاء الله تكون مناسبة للطرق في مصر بعد ما جددناها ووضبناها. بالإضافة لاستقطاب الشركات الفرنسية اللي تعمل في مجال تحلية المياه لإنشاء محطات تحلية في ضوء الحاجة الملحة لمصر لزيادة مصادرها من المياه العذبة. أيضا التقى دكتور مصطفى مدبولي اليوم ممثلي 90 من الشركات الفرنسية الكبرى بلا جدال الكبرى لرئيس وزراء مصر بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسي بالعاصمة الفرنسية باريس بحضور الوزراء أعضاء MEDEF الوفد المرافق والسفير المصري بفرنسا وريجيس مونفرونت رئيس الجانب الفرنسي بمجلس الأعمال الفرنسي المصري والوفد الوزاري المصري المرافق لدكتور مصطفى مدبولي. نشوف جزء من اللقاءات دي ونرجع مع حضراتكم. الحمد لله احنا يعني قطعنا شوط كبير جدا في إزالة عدد كبير من العوائق، وشرحنا ليهم كمان أهمية تواجدهم، ويعني هم الحقيقة عرضوا كمان العدد كبير من خططهم التوسعية إن شاء الله في كل المجالات المهمة، سواء في مجالات النقل والمواصلات أو التكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في مجال الإسكان، في مجال البنية الأساسية والكهرباء والطاقة المتجددة. فالحقيقة كانت فرصة جيدة جدا للقاء معاهم. الحقيقة أعقب ده اجتماع موسع مع 90 شركة من الشركات الفرنسية اللي الحقيقة عرضنا عليهم كل ما تم في مصر والحمد لله، وإشهادات لكل المؤسسات الدولية زي صندوق النقد الدولي للمصر قامت بيه في الإصلاح الاقتصادي، وعرضنا أيضا المرحلة الثانية من البرنامج الدولة المصرية بتركز فيهم على الأنشطة الأخرى القطاعية المهمة زي الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والحقيقة يمكن كان هناك نقاش وأسئلة موسعة من هذه الشركات اللي أبدت يعني رغبتها في التواجد في مصر في خلال المرحلة القادمة. إن شاء الله النهاردة يمكن بعد الظهر حشرف بلقاء رئيس الوزراء الفرنسي لمناقشة تقوية العلاقات الثنائية بين البلدين. هناك طبعا علاقة على المستوى الشخصي يعني شديدة التميز بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الفرنسي ماكرون،
وإن شاء الله طبعا إحنا بنستغل عمق ودفء هذه العلاقة في تقوية العلاقات مع فرنسا إن شاء الله في العديد من المجالات. ويمكن الحقيقة كنا منذ يعني فترة بسيطة وقعنا على برنامج تعاون اقتصادي كبير ما بين البلدين بيشمل الحقيقة عدد كبير من المجالات اللي إن شاء الله النهاردة هنركز في لقائي مع رئيس الوزراء على تفعيلها بإذن الله في الفترة القادمة. أهم شيء يمكن من هذه الزيارة إن اللي إحنا سمعناه النهاردة الحقيقة من الشركات الفرنسية إن هم يعني يرغبوا تماما في البقاء في مصر، وأكدوا على إن مصر بلد مستقرة وبلد قوية، المؤسسات فيها قوية جدا، وبالتالي عندهم اطمئنان للتواجد في مصر في خلال الفترة القادمة، عندهم رغبة في التوسع في الاستثمارات بتاعتهم في مجالات جديدة، وبالتالي يمكن هم كانوا بيثنوا تماما على إن مصر الحمد لله يا رب وده ربنا يديمها علينا نعمة إن مصر في إقليم على الرغم من إنه هو إقليم شديد الاضطراب وشديد التغير، مصر تعتبر من الدول القليلة جدا اللي هي عندها استقرار كامل، عندها رؤية واضحة الدولة بتشتغل عليها، عندنا يعني نسب نمو الحمد لله بتتحقق. الفترة الجاية اتكلمنا معاهم على إن إحنا بنستهدف في خلال 3 سنوات إن نسبة نمو الاقتصاد تبقى في حدود 7%، وده كرقم طبعا رقم كبير جدا هم ما بيسمعوش فيه، وبالتالي ده كله بيفتح مجالات للشركات الخاصة بالتعاون مع القطاع الخاص المصري إن هم يشتركوا في مشروعات كبيرة، لأن إحنا حريصين كدولة في الفترة القادمة على دفع مزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص المحلي والأجنبي للتواجد في المشروعات القومية في مصر. دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، مساء الخير يا فندم. مساء النور، أهلا بحضرتك يا فندم وكل السادة مشاهدي ومستمعي البرنامج الكرام. أنا بعتقد أنه ما فيش قد أساتذة الاقتصاد كانوا يتمنوا، وكثير منهم لقوا ربهم قبل أن يصدر مثل القرار اليوم برفع مد حالة الطوارئ بما يفسح من مجالات للاستثمار الحر المباشر وتوافد رؤوس الأموال على مصر. توافقني؟ طبعا اكيد اتفق معاك ان التقييدات الامنيه بصفه عامه والقوانين اللي بنقول عليها استثنائيه زي قوانين الطوارئ وخلافه، كل دي طبعا بتعيق، ما نقدرش ننكر انها بتعيق الاستثمار. أيوة. حتى وان كان اعاقه بسيطه ولكن بتبقى موجوده ايضا، وان المستثمر الاجنبي لما بيجي يبحث سوق واعد زي مصر بيبحثوا من كل الجوانب، فأكيد النوع ده من القرارات إذا كان في حظر إجراءات حظر وخلافه أو في مناطق مثلا فيها تجديدات أمنية أو فيها مناطق غير متوترة، كل الأمور دي طبعا بتأخذ في الحسبان. وبالتالي طبعا أكيد ما نقدرش ننكر أن القرار اللي صدر النهاردة وسمعناه طبعا، وهو طبعا ده مؤشر إيجابي لا فقط للاستثمار وللمستثمرين، ولكن لنا إحنا أيضا كمصريين طبعا أن إحنا أكيد هنبتدي تأكدنا بشكل كامل طبعا أن يعني مصر أصبحت دولة بتنعم بالإرهاب. ده بينعكس على الاستثمار، بينعكس على السياحة طبعا بشكل كبير، إحنا عايزين نرجع السياحة، فمش هنقدر طبعا نتكلم ونقول أن في قوانين استثنائية وإحنا عايزين نشجع السياحة أو بنقول بنواجه الإرهاب وإحنا بنشجع السياحة، دول حاجتين يعني. طيب. بيبقوا متناقضين. كمان أيضا يعني يمكن البورصة المصرية محتاجة يعني أخبار إيجابية. أيوة. بشدة في الفترة الأخيرة، إنها مرت بأسبوع يعني نقدرش نقول إن الأسبوع السابق اللي كان أسبوع صعب جدا على البورصة المصرية، مؤشر انخفض بشكل كبير، فإحنا بندور وبنترشق بالمعنى المبسط على خبر إيجابي نقدر يعني يدعم الاقتصاد المصري ويدعم أيضا البورصة المصرية بشدة اللي محتاجة أخبار إيجابية. طيب خليني أسأل حياتك دكتور كريم عن زيارة شديدة الأهمية للدكتور مصطفى مدبولي ووفد وزاري اقتصادي رفيع المستوى لباريس النهاردة، ولقائه بممثلي 90 شركة من كبريات الشركات الفرنسية لاستمرار عملهم، توسع أعمالهم، البدء في استثمار جديد لبعضهم في مصر. طبعا يعني احنا ما نقدرش برضو ننكر على ان يعني العلاقات المصرية الفرنسية هي علاقات متميزة، انت كده عندك كده يعني في كل قارة عندك كم دولة العلاقة بيها نقدر نقول عليها نقطة مضيئة. الأوروبا والاتحاد الأوروبي طبعا العلاقة علاقة فرنسا بمصر هي علاقة نقطة مضيئة، فرنسا دولة داعمة قوي للموقف السياسي المصري، بالإضافة لأن العلاقات الاقتصادية يعني جيدة جدا بين الدولتين، يعني العلاقات السياسية الجيدة بتنعكس على العلاقات الاقتصادية. برضو للذي لا يعلم،
فرنسا الدولة الاقتصاد رقم 9 في العالم وثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، حجم اقتصادها 2.6 تريليون من الدولارات، هي تاسع أكبر مصدر في العالم، بتصدر ب 490 مليون دولار، هي أيضا سادس أكبر مستورد، بتستورد ب 588 مليون دولار، وبالتالي هي دولة ليها وضع وليها مكان. أنا بتصور كمان يا دكتور كريم إن مصر تعمل في الاقتصاد السياسي بذكاء، إن هي كمان دلوقتي بتستجلب استثمارات من كل دولة فيما تتميز بيه. يعني النهاردة كان في حديث على وسائل النقل الجماعي، مترو الأنفاق، المونوريل، القطار الكهربي السريع، كمان الطاقة، السيارات الكهربائية، وكل دي حاجات فرنسا متميزة جدا فيها. طبعا بالفعل هي فرنسا ليها بصمه في مصر في وسائل النقل الثقيل والنقل الجماعي. طبعا احنا ما نقدرش ننكر ان المترو اللي في مصر مصنع بتكنولوجيا فرنسيه، طبعا الخط المرج حلوان، وايضا خط الجيزه شبرا دي تكنولوجيا فرنسيه، من اوائل الدول يعني تقريبا فرنسا هي صنعت لنا خط المترو في الثمانينيات تقريبا، يعني كان اول خط مترو لمصر، فده طبعا يعني فرق معانا في العاصمة القاهرة. القاهرة العاصمة الأكثر ازدحاما، احنا على فكرة رغم ان احنا ابتدينا ننفذ الخط الرابع شغالين فيه، ولكن القاهرة محتاجة لا يقل عن 6 خطوط مترو. يعني علشان نقدر نقلل الازدحام والتكدس الشوارع دي بالشكل الحالي، لازم علشان تكون فيها سيولة مرورية بالمعنى المفهوم، احنا محتاجين على الأقل 6 خطوط مترو. فالتكنولوجيا الفرنسية موجودة أيضا، حتى القطارات العادية، في عندنا القطار الفرنساوي موجود على خطوط الصعيد، يعني لغاية دلوقتي بنقول عليه الفرنساوي. فأنا بشكرك جدا يا فندم. ماشي يا فندم، جزيل الشكر. ماشي يا فندم، شكرا جزيلا دكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي. بشكركم مشاهدينا، استأذنكم في فاصل قصير، نعود بعده لاستكمال أخبار. لو